مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. الحكومة اليمنية تعلن رفضها تعيين الانتقالي قائدا لمكافحة الإرهاب. موقع إخباري يروي قصة جندي يمني ترك الجيش واتجه إلى تربية الطيور. ومن أخبارنا المنوعة، طفل في السابعة من عمره ينقذ أسرته من الغرق. أهلا بكم. أعلنت الحكومة رفضها تعيين ميليشيات الانتقال الجنوبي قائدا لقوات مكافحة الإرهاب، وكان الانتقالي الجنوبي قد أصدر قرارا قضى بتعيين اللواء شلال علي شائع قائدا لمكافحة الإرهاب، وعنون الموقع بوست. الحكومة اليمنية تعلن رفضها تعيين الانتقالي قائدا لمكافحة الإرهاب في عدن. وأوضحت الداخلية اليمنية في بيان تداولته وسائل إعلام أن أي قرارات أمنية تصدر من خارج إطار المؤسسات الرسمية والدستورية بتعيين أو تشكيل هيئات ذات صفة أو مهام أمنية هي قرارات لا يعتد بها. وأوضحت الوزارة أن مثل هذه التعيينات لا تساعد إلا في خلق مزيد من الإضعاف لمؤسسات الدولة الأمنية، وأن الطريق الأوحد هو توحيد أو الطريق الأمثل هو توحيد المؤسسات الأمنية في إطار وزارة الداخلية. صحيفة جورنال دي مونتريال الكندية والناطقة بالفرنسية عنونت في الشأن اليمني قائلة: اليمن اتهام المتمردين الحوثيين بمنع التطعيم. وتذكر الصحيفة أنه منذ بدء الوباء نادرا ما يتواصل المتمردون القريبون من إيران والذين يتولون السلطة في الغالبية العظمى من شمال اليمن بشأن الوباء بعد أن أعلنوا عن حالة وفاة واحدة فقط. منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في بيان إن سلطات الحوثيين حضرت المعلومات حول كوفيد-19 وقوضت الجهود الدولية لإيصال اللقاحات إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها. مايكل بيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قال إن قرار سلطات الحوثي المتعمد بعدم ذكر العدد الحقيقي لحالات كوفيد-19 ومعارضتها للقاحات يعرض حياة اليمنيين للخطر. بحسب المنظمة فإن التطعيمات تتم فقط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً. ليس بعد عدن إلا سيئون. كتب علي الذهب مقاله في صحيفة العرب الجديد موضحا أن سيئون هي المكان الأنسب لتصبح عاصمة للبلاد بدلا عن عدن التي يسيطر عليها الانتقالي. مؤقتا قد تكون مدينة سيئون مكانا ملائما لعودة رئيس الحكومة وأعضائها واستقرارهم وبقية مسؤولي السلطات الدولة الثلاث إذا ما كانت التهيئة الأمنية والإدارية للمدينة قادرة على إحداث تحول جوهري في هذين المجالين، وأن يحظى قرار عودة هؤلاء بدعم السعودية وتأييدها. وكذلك سيكون مفيداً أن يبادر الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر أو أي منهما بالعودة إلى سيئون، غير أن هذه المبادرة ربما لن تكون متاحة في القريب العاجل على الرغم من أهميتها في سياق الانتقال إلى النظام الاتحادي المتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عام 2014. مؤكد أن تحولاً من هذا القبيل لن يكون ماثلاً بين عشية وضحاها، لكن الحاجة إليه تلزم القوى الوطنية المخلصة بأن تثابر في سبيل تحقيقه بالاستفادة من المقومات الاستراتيجية والجيوسياسية لمدينة سيئون، ومن ذلك سيطرتها على عقدة الربط والاتصال الأرضي والجوي بين محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان شرقاً ومأرب والجوف غرباً ومدينة المكلا عاصمة حضرموت جنوباً، فضلاً عن الحال نفسه مع السعودية من جهة الشمال. يضاف إلى ذلك بعدها نسبياً عن تهديد الصواريخ البالستية والطائرات غير المأهولة التي باتت السلاح الأخضر لدى الحوثيين، وإن كانت هذه المسألة تستدعي وجود منظومة دفاع جوي احتياطية متقدمة تقلل من احتمالية هذا التهديد. قد يمثل نقل الحكومة وأجهزة السلطات الأخرى إلى مدينة سيئون تسليماً بالأمر الواقع المفروض في عدن من المجلس الانتقالي الجنوبي، وتحفيزاً له لتصعيد مطالبه الانفصالية
والاستمرار في إضعاف فرص عودة الحكومة إلى عدن. يتمتع اليمن بتنوع حيوي فريد بالموائل النباتية والحيوانية، ويعرف اليمن بأنه مركز للتنوع البيولوجي بسبب موقعه الجغرافي المتميز وتنوعه الهائل في الموائل وارتفاع معدل هطول الأمطار والعزلة النسبية. ونطالع تقريرا موقع حلم أخضر: اليمن موطن فريد للطيور النادرة. وفقا لاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، تصنف مرتفعات اليمن بأنها منطقة استيطان هامة للطيور البرية والجارحة، وتتميز المرتفعات الجبلية والأراضي الحراجية في البر اليمني بتنوع حيوي واسع، وهي تشكل مواقع ملائمة لاستراحة الطيور المهاجرة. وتعد البلاد موطنا لعدد كبير من الأنواع التي تستوطن الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة العربية. ونظرا لثرائه بالطيور المستوطنة النادرة، يحظى اليمن بأهمية عالمية خاصة، فمنذ عام 1994 وحتى العام 2020 سجلت عدد من الدراسات العلمية المحلية والأجنبية نحو 544 نوعا من أنواع الطيور المتواجدة في البر الرئيسي والسواحل اليمنية، وهي مصنفة في 18 مجموعة وحوالي 61 عائلة وأكثر من 177 جنسا. بدلا من العيش على الحرب، يقضي الثلاثيني عصام ساعة كاملة من صباحاته بصورة يومية جوار قفص عصافير الزينة الواسع والمصنوع بيديه، متفقدا احتياجاتها من الغذاء والماء. وعنونا موقع بلقيس: عصام قصة جندي يمني ترك الجيش واتجه إلى تربية العصافير. منذ بدأ استحسن العمل في مشروعه الصغير قبل نحو 4 أعوام، يقول عصام لبلقيس: تربية العصافير أشرف لي من الانخراط في قتال إخواني اليمنيين، أصلا كنت عسكريا. بدأ مشروعه الصغير في تربية وبيع عصافير الزينة مرهقا، وعائداته المالية ليست مجدية لرجل يعين أسرة مكونة من 3 أفراد، لكن تحليه بالقناعة والرضا النفسي عما يفعل جعله يقرأ حقيقة الوضع الراهن بصورة أعمق وأدق، كونه كان جنديا في أحد معسكرات صنعاء قبل أن تسيطر عليه ميليشيات الحوثي الانقلابية. يقول لبلقيس: أنا مقتنع وراضي بالرزق المقسوم من بيع العصافير، ولا أسير بالباطل معهم للجبهات ويردوني صورة لعيالي. بعد مقتل أكثر من 10,000 إنسان في عدن في العام 1986 وتوقف المعركة بين جناحي الحزب الاشتراكي، وصل الصحفي السوري بشير البكر إلى عدن كأول صحفي عربي يصل إلى المدينة التي شهدت الحرب الأهلية، وبدأ بالبحث عن عبد الفتاح إسماعيل، وقد كتب مقالا في موقع المدن قال فيه: وصلت إلى فندق كريسنت الهلال في عدن بعد أشهر قليلة من المجزرة الرهيبة التي شهدتها المدينة في 13 يناير 1986. كان الوقت بعد منتصف الليل، وفي الطريق من المطار إلى الفندق لم يكن هناك سوى مدرعات وحواجز أمنية على مفارق الطرق، فالبلد لا يزال في حالة استنفار بسبب استمرار تداعيات الحرب الأهلية الخاطفة التي حدثت بين جناحين من الحزب الاشتراكي الحاكم. وقد حاول الرئيس علي ناصر محمد حسم النزاع الداخلي لصالحه صبيحة 13 يناير بتصفية الجناح المضاد له خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، لكنه فشل وأشعل بذلك فتيل مواجهة أهلية دامية استمرت حوالي شهر وخلفت قرابة 10,000 قتيل. في الطريق سألني السائق الذي قدم لاستقبالي في المطار وهو من وزارة الإعلام عن البلد الذي قدمت منه وسبب زيارتي، وتنهد قليلاً ثم بادرني: أنت أول صحفي يدخل البلد منذ توقف القتال، لابد أنك محظوظ وستنال رعاية خاصة. قلت له: آمل أن يصدق حدسه. وتضاعف عندي فضول الصحفي الذي يبحث عن انفرادات تتعلق برواية الحرب والغموض الذي يلف اختفاء الأمين العام للحزب عبد الفتاح إسماعيل بعدما خرج من مبنى اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في مدرعة، لكن أثره اختفى ونسجت حوله الروايات. وأشير هنا إلى أن المسألة بقيت لغزا إلى يومنا هذا
بعد 35 عاماً، والرواية الرسمية التي صدرت عن الحزب هي أنه مات محترقاً داخل المدرعة التي قصفت من قبل الزوارق البحرية وكانت تتلقى أوامرها من أنصار علي ناصر محمد. الصورة التي كانت في ذهني عن عدن تلك التي رسمها أمين الريحاني بحب شديد حين زار المدينة في العام 1922 وقدمها في كتابه ملوك العرب كموقع له خصوصية لدى بريطانيا كونه المحطة الأساسية في الطريق إلى الهند درة التاج البريطاني. وتحدث الريحاني عن جو التعايش الفريد في تلك المدينة التي عرفت الحداثة والمعارف قبل غيرها من مدن الجزيرة العربية والخليج. وحاولت الجبهة القومية التي حكمت عدن بعد الاستقلال عن بريطانيا في العام 1967 أن تمحو ملامح الشخصية القديمة لتضفي طابعا جديدا يليق بتجربة الحكم الجديد الذي قدم نفسه على أنه مركزي، لكنه لم يغادر القبيلة، وهذا أحد أسباب حرب يناير 1986. بعد 75 عاماً من إنتاج اليورانيوم في ألمانيا، غادرت أمس آخر شحنة من المادة المشعة، آخر مصنع لإنتاجها في البلاد، ليمثل هذا اليوم نهاية جزء من التاريخ الألماني بدأ خلال الحرب الباردة. ونطالع من الدي دبليو، رسمياً إنتاج اليورانيوم في ألمانيا أصبح جزءاً من التاريخ. أصبح إنتاج اليورانيوم في ألمانيا أخيراً جزءاً من التاريخ، وأوضحت شركة فيزموت أنه بعد نشاط دام 75 عاماً يمثل هذا اليوم نهاية جزء مهم من التاريخ الألماني والذي بدأ خلال الحرب الباردة وظل تأثيره حتى اليوم. ولم تعد ألمانيا الآن على قائمة الدول المنتجة لليورانيوم، وتشمل الشحنة الأخيرة مزيجا من الماء وأكسيد اليورانيوم تم فصله أثناء تنقية المياه. وحتى عام 1990 كانت ألمانيا الشرقية رابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم. ومنذ عام 1946 وحتى تم انتهاء الإنتاج المجدول تم إنتاج 216,350 طنا وتسليمها إلى الاتحاد السوفيتي الذي استخدم العنصر المشع لبرنامجه النووي. الأحداث الأخيرة والعنف على غزة وكذلك التضامن العالمي الواسع لأول مرة مع الفلسطينيين دفع موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام المملوك لشركة فيسبوك بحسب عربي 21 إلى تغيير خوارزمياته بعد أن اشتكى مجموعة من الموظفين من أن المحتوى المؤيد للفلسطينيين لم يكن مرئيا للمستخدمين خلال حرب غزة. وقالت إدارة التطبيق إن ذلك لم يكن متعمدا ولم تكن هناك نية في رقابة المحتوى، فعادة ما يعرض إنستغرام المحتوى الأصلي في قصصه قبل إعادة نشر المحتوى، لكنه بدأ الآن في تصنيف وإعادة مشاركة المحتوى الأصلي بالتساوي. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن فريق موظفي إنستغرام أجرى عدة مكالمات حول المحتوى المحظور عن طريق الاعتدال الآلي مثل حذف المنشورات عن المسجد الأقصى عن طريق الخطأ. لم يعتقد الموظفون أن الرقابة كانت متعمدة، لكن أحدهم ذكر أن المراقبة واسعة النطاق متحيزة ضد جميع الفئات المهمشة. وقال متحدث باسم فيسبوك: التغيير جاء استجابة للمخاوف بشأن المحتوى المؤيد للفلسطينيين، وقد أقرت الشركة بأن الطريقة التي يعمل بها التطبيق تدفع الناس إلى الاعتقاد بأنها تقوم بقمع آراء أو موضوعات معينة. وشهد تقييم تطبيق فيسبوك وإنستغرام انحدارا شديدا على متجري جوجل وأبل جراء حملة أطلقها مناصرون لفلسطين بالتزامن مع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى قلق شديد لدى مسؤولي الشركة العملاقة وفق تقارير وتأكيد خبير تقني. إصلاح القطاع العام في المنطقة هو الثورة الممكنة في الحوكمة. تحت هذا العنوان كتب روبرت بيشل مقاله المنشور في موقع معهد بروكينجز، وجاء في المقال الذي ترجم لصالح الغاد: في عملية تجميع أجريناها مؤخرا لدراسات حالات معمقة تحت عنوان إصلاح القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دروس الخبرة لمنطقة في حالة تحول، ألقينا نظرة عن كثب على أمثلة لافتة عن إصلاح القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من العقدين المنصرمين.
ويمنح تقييمنا الأمل لمستقبل المنطقة عبر تبيان أن التغيير التحويلي ممكن، وسيكون هذا التغيير لازما بالفعل. فقد تجتاح الاندفاعة الثورية التي أطلقها الربيع العربي منذ عقد من الزمن، وأصدأها التي برزت مؤخرا في العام 2019 المنطقة من جديد بعد أن تتوقف إجراءات الإقفال وتحاول الاقتصادات تحريك عجلاتها من جديد، ويتضح النطاق الكامل للضرر الذي لحق بالوظائف وسبل كسب العيش بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وحتى إن لم تتبلور هذه الضغوط، سيكون حريا بالحكومات أن تستفيد من الفرصة التي أتاحتها الجائحة لتحقيق تغيير جذري. ومع أن الحكومات العربية غالبا ما تنظر إلى الخارج بحثا عن أفكار الإصلاح، فإن المنطقة تزخر بالتجارب التي ينبغي على الممارسين أخذها بعين الاعتبار، وقد لا تتماشى هذه التجارب تماما مع المعرفة والممارسة العالميتين، لكنها لا تختلف عنهما بالكامل. وعلى قدر ما تختلف الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن هذه التجارب لا تختلف إلا في بعض النواحي، وغالبا ما يكون هذا الاختلاف في المستويات وليس النوع. ستكون الدروس المستقاة من هذه التجربة جيدة كانت أم سيئة، قيمة للغاية للجيل المقبل من الإصلاحيين العرب أثناء اطلاعهم بمهمتهم الحاسمة التي تقضي بالحرص على أن تكون حكوماتهم وقطاعاتهم العامة قادرة على الاستجابة للتحديات التنموية البارزة المعروفة وغير المعروفة التي سيطلب منهم معالجتها في العقد المقبل. تبدو إيلين كرامر ذات الأعوام الستة بعد المئة في أوج عطائها، فمن دار الرعاية في سيدني تكتب القصص يوميا وتنشر الكتب وتشارك في واحدة من أكثر مسابقات الرسم الشهرة في أستراليا، وقد حدثت عنها الصحافة منها موقع البي بي سي الذي عنوان في عامها السادس بعد المئة راقصة تحذف كلمة عجوز من قاموسها. فبعد عقود من الزمن أمضتها خارج بلدها، عادت إيلين إلى مسقط رأسها في سيدني وهي في عمر 99، ومنذ ذلك الحين وهي تتعاون مع فنانين لصناعة كثير من الأفلام المصورة التي تستعرض فيها موهبتها الأساسية وشغفها الأكبر طوال حياتها الرقص. لا تزال إيلين ترقص وتؤدي حركات رشيقة ودرامية مستخدمة في أغلب الأوقات النصف العلوي من جسدها، وفي السنوات الأخيرة صممت بنفسها عددا من الرقصات أيضا. غالبا ما تسأل إيلين عن مصدر كل طاقتها هذه، وما إذا كان هناك سر وراء تمكنها من الرقص حتى سن الشيخوخة، ولكن يأتي ردها واضحا بأنها حذفت مصطلحي عجوز والعمر من قاموسها، وتحذرني، يقول الكاتب، من استخدامهما في محادثتنا، وتقول: أنا لست عجوزا، كل ما في الأمر أني أعيش هنا منذ فترة طويلة وتعلمت بعض الأشياء أثناء هذه الرحلة. موقفي تجاه ابتكار أشياء يشبه تماما ما كنت عليه عندما كنت طفلة. وكما أن العمر ليس قيدا، فالبطولة ليست مقتصرة على سن معين ولا على طريقة معينة، فهناك طفل كما ذكر موقع RT نجح في إنقاذ أسرته بعد السباحة لساعة كاملة، وتضيف في التفاصيل: نجح طفل يبلغ من العمر 7 سنوات من ولاية فلوريدا الأمريكية في إنقاذ نفسه ووالده وأخته بعد أن سبح لمدة ساعة تقريبا للوصول إلى الشاطئ، وطلب المساعدة لهما بعد أن جرفهما التيار. وبحسب الموقع، كانت تشيس في رحلة مع والده ستيفن وأخته أبجيل في نهر سانت جونز للسباحة الجمعة الماضية قبل أن يجرفهم التيار بعيدا عن القارب الذي كانوا فيه، وحاول الأب مساعدة طفلي لكنه لم ينجح، لذا طلب من ابنه تشيس السباحة إلى الشاطئ بينما كان يحاول الوصول إلى ابنته التي كانت ترتدي سترة نجاة. استغرق الأمر نحو ساعة للوصول إلى الشاطئ، حيث كان يستريح في المنتصف من خلال ترك ظهره يطوف على الماء. وعندما وصل تشيس إلى الشاطئ، ركض إلى أقرب منزل طلبا للمساعدة. وفي هذا الوقت كان والده وأخته قد جرفهما التيار إلى نحو 3 كيلومترات من موقع القارب، واستطاعت فرق الإنقاذ الوصول إليهما وإنقاذهما بعد ذلك. أفضل الصور من مختلف أنحاء العالم نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، سنعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. We'll be right back.
إذن العديد من رسوم الكاريكاتور كما نشرتها مواقع وصحف اليوم، نتابع. وبهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.